السلام عليكم. إنه الدجاج، صدر ديال الدجاج مع النيوكي والبطاطا الحلوة بواحد الطريقة واعرة، خفن زربن. غتشد واحد الكاسرونة ولا مقلة، شوية زويتة، بصيلة مشلضة مرصوية صغار، نقليوها غي واحد شي شوية، نزيدو لها صدر ديال الدجاج هاكا مقطع أم مخصو، غنحركو هادشي كاملة. هو التوابل دابا، الملح، الإبزار، التحميرة، الخرقوم البلدي، سكينجبير، ونقدو نعوضو الخرقوم البلدي بالكوغي الى ما عندناش. في هذه المرحله النار تكون مهيله باش ما يتحرقوش دوك التوابل، النار فريمون تكون خفيفه، نزيد واحد شويه د الماء وتشوفوا داكشي غادي يتعسل. النار دائما تكون مهيله. هادو هما لينيوكي، راه كيتباعوا في المغازات، تيتخدموا بالبطاطا، تنشدهم تيحمقوا عليهم الدراري الصغار، تنشدهم وتنزيدوهم على هاد الدجاجه هادي. النار دائما تكون ناقصه باش ديك لاصوص ما تنشفش. الربيع، القزبر والمعدنوس ونغيزه ديال الماء، غنحرك هادشي كامله هو، وغادي نغطيه، نحسب له جوج ديال الدقائق باش داكشي كامل كيطيب، الدجاجه كطيب، لينيوكي كيطيبوا. دابا غادي نزيد لهم الفرماج، اي فرماج كان متوفر عندكم، يا الكغيير يا الشيدار، تيجي مع هاد لو بلا هذا واعر. انا هنا زدت شويه ديال الكغيير، ودابا غادي نكريمي هاد لاباري هادي كامله. النار دائما راها مهيله، غنزيد لا كريم، عاد غادي نجهد واحد شي شويه على العافيه موين، غنحرك هادشي كامله هو، وغتشوفوا هاد الخليط كامل مع لا كريم غادي يطيب، غادي يتعسل. هادشي كيعطي واحد المذاق واعر. كانوا عندي شويه الشيدار، غنزيدهم هنا هكا فخوماج دو الشيدار، حتى هو تقدو تزيدوه، تيعطي واحد المذاق روعه. حرك هادشي كامله هو، وها لاباري تخرج بحال هاد الشكل هذا، عشيوه بلينيوكي والدجاج واعره مع البطاطا الحلوه بلي غران دو شيا ولي غران دو سيزام. الشيا راه هكا سميتها بالمغربيه، والسيزام هو الجلجلان. راه داير هاد الوصفه هذه في القناه، دخلوا تشوفوها ديال هاد البطاطا بهذا الشكل هذا، كتجي واعره وانيقه اضراب. ايوا تهلاو.